شكرا طبعا لزميلنا كرار على طبعا نشرة الطقس. مشاهدينا ما تبقى إن شاء الله من وقت لعله دقيقة أو أقل نقرأ إن شاء الله التعليقات التي وردت إلينا على سؤال التفاعل لهذا اليوم، والذي يقول: اذكر حديث للإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا بداية أنه هناك تعليق من الأخ حسين الكربلائي يقول عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفة يسكنها أحقابا. أيضا هناك تعليق من الأخ محمد أبو حيدر يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. والأخ زمان يقول: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقول: بخير إن تركتنا، إن إما نثاب أو نعاقب بك. نعم. تعليق من أم علي تقول: أعطوا السائل ولا تردوا سائلا، وهو من أحاديث الإمام زين العابدين عليه السلام. كذلك عندنا نبع الوفاء تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وتذكر قول الإمام السجاد عليه السلام: أشد ساعات ابن آدم 3 ساعات، الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فأما الجنة وأما النار. أيضا عندنا تعليق آخر من الأخ جهاد جارود: فضلك آنسني وأحسانك دلني، فأسألك بمحمد وآله صلوات الله عليهم ألا تردني خائبا. وتعليق من زمان آدم، نعم تسمح لي أنه أقرأ نهاون: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، إنما نثاب أو نعاقب. شكرا لكل الأشخاص اللي شاركوا ويانا بتعليقات حول سؤال تفاعلنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكونون مأجورين على هذه الأحاديث أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الرسول وإمام الإمام زين العابدين.